لازم العمل الفني كله شخصية المشربية دي على فكرة كان ليها قصة مع الكاتب بيرم التونسي ما شايفة اللي هو المشربية ليه؟ هو عمل إيه؟ أنا لست ناقدا ولا أملك ملكات ولا أدوات الناقد كل الحاجات الحديثة اللي حصلت دي ده نوع من التطور الهائل العظيم أنا الفضيع. بسميه قرن الجنون ده أهلاوي ولا زملكاوي بقى؟ مستوى هذه اللعبة في مصر آه. مأساوي استاذ اسامه لو سالتك من الكوميديان الذي يضحكك سواء من الجيل القديم او من الجيل الجديد؟ من القديم مين الاول؟ ده من القديم كتير فيلق جيش فيلق اه يعني هقول آه لحضرتك استفان غوستي اه, آه يا سلام <applause> آه ستيفان آه آه عبد الفتاح القصري آه آه عبد السلام النابلسي آه طبعا بالاضافه لشكوكو واسماعيل ياسين وبتاع انما اللي انا بقول لك الجماعه اللي كانوا مميزين قوي أوي. آه سليمان نجيب ايوه سليمان باشا موطف. نجيب باشا اه, آه. 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 الج... الجماعه دولت آه. زينات صدقي مم. زينات صدقي وكتاكيت البني آه. و... <applause> <applause> والحاجات دي كلها لا يمكن هقول لك حاجه نجيب الريحاني نجيب الريحاني آه. انا لازلت لغايه النهارده كل ما يعرض غزل البنات اقعد اتفرج وما سيبش الفيلم لحظه آه. رغم عين النسخه اللي بتتعرض آه. مهترئه وبتتقطع في كذا حته انما المشهد الخرافي بتاع الجنايني <applause> <أنا تصفيق> الباشا لابس لبس الجنايني والتاني جاي يدرس لبنته مشهد ما فيش آه. كوميديا موقف غير عاديه فتقول بسم الله ما شاء الله كانت ايام تحمل عبقريات حقيقيه بالفعل. طب استاذ اسامه بالرغم من ان ما كانش بيبقى في تنوع في الكتابه ليهم آه. يعني انت عارف ان ده عبد السلام النابلسي ويضحكك وهو نفس الطريقه ونفس التكرار آه. ومع ذلك يفطسنا من الضحك. ايه السبب؟ السبب هو فيه هو حبه الهواية آه. آه. إن هو غاوي غاوي المهنه غاوي الفن ده آه. عايشه آه. عايشه و... و... وبدون اي مطامع ماديه هما كانوا بياخدوا كام كلام, لا كلام لا. فارغ خدت بال حضرتك م. انما هم حابين المساله دي لدرجه انهم بياخدوك غصب عنك معاهم اه تاخدوك على ارضهم آه. ويلعبوا وانت تسقفلهم يعني زينات صدقي كل ادوارها متشابهه وكلها السيده وكل الرهيبه انا بسميها آه. السيده الرهيبه واللي سمعت عنها كمان م. انها ما كانتش بت... ما كانش مكتوب هي اصلا ما كانش بكتب لها ده آه. هي بترتجل, بترتجل المشاهد يقولوا لها بس آه. الموقف كذا آه. وانطلقي وهي اللي تجيب ايوه يعني القبعه المذهله <applause> اللي كانت مربيه آه. فيها كتاكيد دي ده آه. مش, آه. مش ممكن يعني آه. التفكير وعلى قد كده كانت البكارة والرغبة في إسعاد الناس آه. كانت شيء بديع طب مين يعني. من جيل الوسط نقدر نقول وبعدين من الجيل الشباب جيل الوسط طبعا فيه العبقري الراحل آه عبد المنعم إبراهيم أيوة طبعا آه توفيق دينا من الشهر يقول لك توفيق الدين الشهر توفيق الدين كان له آه مساحات كوميديا جميله جمال غير عادي آه. فانا بعتبره ممثل كوميدي. أبو الاستاذ فؤاد المهندس؟ لا الاستاذ فؤاد المهندس ده احد الرواد المشهود ليهم لان فؤاد المهندس عمل نقله يعني فؤاد المهندس بالنسبه للمسرح بالتحديد مم. مم. الاستاذ عبد, عبد المنعم ابراهيم كان كله أنت إن عبد إبراهيم كان قاسم مشترك أعظم في كل الأفلام، هو سعر. اشتغل صاحب البطل في كل الأفلام المصرية. آه خدت بالك؟ فله آه. رصيد في الأفلام كبير قوي قوي وفي المسرح أيضاً وإن كان شهرته في السينما أكبر. توفيق الدقن كان السينما برضه. <توفيق> آه الأستاذ فؤاد المهندس عمل مال آه الفراغ اللي حصل بين الفرق الكلاسيكية القديمة. <توفيق> والجيل اللي, اللي بعد كده هو كان ايه مم. حلقه وصل بس مهمه جدا مم. هو ومدبولي الاستاذ عمنا المدبولي مدبولي الاستاذ محمد عوض الاستاذ امين الهنيدي مم. آه المجموعه ديت مم. اللي هي مجموعه الستينيات دي آه بس كل دول بيضحكوك برضو كلهم نشوف انا عايز اقول لك ان كل زمن آه. له آه قانونه أنا آه. يعني مثلا دلوقتي ما أه، بضحكش على الحاجات دي ما يعني ما اشوف مسرحيه لا بس كانت إيه. بتهلكني بالضحك زمان آه. يعني ما اشوف مثلا أه السكرتير الفني آه. ولا انا وهو وهي آه. وفاكر انا كنت كانت بتضحكني قد ايه آه. النهارده مش اقعد اسال انا كنت بضحك ليه؟ ليه ما <applause> المزاج بيتغير المزاج المزاج والظروف م. هي اللي بتقعد بس هل حضرتك لما انت حضرتك قلت حاجه قلت أه. الفيلم بتاع غزل البنات لما بيعرض لغايه دلوقتي وافضل اضحك ده الفن الخالد بقى الماستر بيسز أه. اللي ما بيروحش عليها الزمن ولا بيجي أه. لان الموقف انساني سيتويشن انساني أه. انساني بحت أه. الانسان المنحوس ده أه. اللي كل ما يروح في حته يلاقي كارثه كوارث في رجليه ده موقف انساني يحصل أوه. في مصر وفي الهند وفي أمريكا خدت بالك ليس عمر وسمك آه. أيوة. يحصل في أي وقت في أي زمن أوه. فده يبقى إيه سمة الفن الباقي أو الفن الخالد بالإضافة إلى عظمة الممثل نفسه ريحاني ده نمط لم يتكرر يعني مم. في تاريخ الكوميديا المصرية في ناس قلدوه إنما ما وصلوش للمستوى مين بقى بعد كده طيب يعني في الاجيال اللي فيما بعد. بعد يعني لا شك المضحك العظيم عادل امام آه 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 سمير غانم آه آه في الكوميديا دي او الكوميديا الارتجال م. يعني هو مرتجل وفرسير ملوش نظير م. هو يعني هو وحيد سيف مجرد ظهوره مع المسرح بيخليني اضحك. هو وحيد. آه. وحيد آه برضه فرسخ خطير جدا يعني. وحيد سيف. مم. وحيد سيف. عايز اقول لك حاجه آه محمد نجم. محمد نجم. محمد نجم. مم. محمد تعتقد نجم. انه مش واخد حظه محمد نجم؟ محمد نجم يمكن ظلم نفسه. ليه؟ لانه حصر نفسه برضه ايه في سكه ضيقه. خدت على حضرتك، وهو الفنان ايا مهما كان موهوب مم. لازم يشتغل من خلال في خلال اطار مم. آه وده الحقيقه كان ذكاء عادل امام عادل امام قطر شغله حط نفسه في كدر آه محترم مم. ففادوا ذكاء الموهبه مع الذكاء مطلوبه جدا هقول لك مثلا آه سعيد صالح آه. ده برضه كوميديان خطير مم. كوميديان من الطراز الاول بلا آه. شك وفيه سيد زيان وفيه وفيه ممثلين كتير في المرحومه طبعا نبيله السيد الله يرحمها دعوة للصفاء كيف يتاتى الانسان ان يعيش في صفاء؟ لكي يعيش الانسان في صفاء لابد ان ينزع الانا من نفسه وحتى ينزع الانا من نفسه عليه ان يصل نفسه بالله سبحانه وتعالى أه لان وجود الانا بيدفع الانسان للصلاح وكل واحد يتصور انه العالم ببواطن الامور وانه هو الذي على حق وأن الآخر على باطل، نتيجة الصراع في سبيل الوجود، والسبيل في, وجه في 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 أن هو ال الذي تتسلط عليه الأنوار و وأن يتولى القيادة و, و, و عندما يتأتى الإنسان أن يتغلب على نفسه بأن وأن يصل بنفسه لله سبحانه وتعالى، يستطيع الإنسان أن يعيش مدى حياته في صفاء. عايز اتكلم في نقطة بالنسبة للكوميديا بالنسبة الممثل م. الجيد لما إذا كان ممثل موهوب فعلا يؤدي الكوميديا بقدر إجادة التراجيدي. آه. زي فيلم أحمد مظهر في لوعة الحب مع شادية وعمل آه. آه. أيوة آه. بالظبط وبرضه في الأيدي الناعمة في الأيدي الناعمة دور البر... البرنس الأنزوح البرنس الأنزوح <applause> <applause> يوسف بيك وهبي بتاع آه. الذبائح آه. اللي قالوا مره حب. اللي قالوا مره موت كل اللي في المسرحيه آه. على الجمهور اللي قاعد في الصاله <applause> فجي في شوفيه انت بقى في اشاعه حب مثلا آه. إشعة حب رائع يعني. طبعا آه. ذاكر رستم آه. ذاكر رستم آه. بمن هو ذاكر رستم سيده القصر له ادوار كوميدي <applause> منتهى خفة الدم طبعا هضرب مثل بمناسبة المداخلة اللي شفناها مع الأستاذ الحديني الأستاذ الحديني ممثل مسرح قومي عتويل أيوه. عمل معايا دور كوميدي في الغاية البيضة آه. كان دمه خفيف جدا وأداه بأستاذية صامت كده و... <applause> 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 الشيف أه. آه السنوب ده آه. انا عايز اقول لحضرتك كل عصر له مضحكون مم. واحنا دلوقتي في ازمه شويه بعد آه. عادل لا طب انا آه عايز اسالك برده في رايك في آه. النجوم بشويه اسماء يعني اسالك على هنيدي محمد هنيدي و... اه ومحمد سعد اه لا شوفي هقول لك حاجه دول آه. انا اعتقد انا اتكلمت عن السينما اللي موجوده آه. بس دي ملهاش دعوه بمواهب الاولاد دي اه يعني محمد هنيدي في طبيعته آه كوميديان ملوش حل مم. والناس بتحبه ايوه في حضنها مم. محمد سعد مم. ممثل جيد جدا ومحمد سعد انا من اوائل الناس اللي اشتغل معاهم في مسلسل اسمه وما زال النيل يجري وقدم دور في منتهى الجمال وانا اعرف امكانيات محمد سعد جيدا مم. ممثل جيد هو زنق نفسه في في حاره الليمبي وتوابعه هو بقى طبعا معصور انه شاف انها جايبه نجاح قد كده وبتاع الكلام ده كله ما فيش حد بيقدر يتخلى عن نجاحه بسهوله مم. انما انا اعتقد ان امكانيات محمد سعد اكبر بكتير من مما يقدمه هاني رمزي هاني رمزي هاني رمزي انا تابعته في المسرح ما كان بيشتغل مع الاستاذ محمد صبحي وكان ممثل جيد انا فقط مش عارف ليه مصر انه يلعب كوميدي في حين إيه؟ ان هو, هو هو تيب هو تيب متعارض جواز بقرار جمهوري نجح كده يعني هو اصلا ممثل جيد هو اصلا ممثل جاي. أصل جاي. ايوه بس مصر انه يبقى فرصير وهو مش فرصير ما فيهوش سمات الفرصير وما تقولليش الافلام مقياس لان الافلام دي احنا متفقين انها موجه فيها خلل وانه ما فيش اي حد ما هي دي سينما قضت على النجم م. واصبح اي حد يعمل فيلم م. اي حد النهارده اه لدرجه في ناس اول ما اسمع عليهم طلعت عنهم بطولات افلام اه فبقت التوليفه مش ال والتيمه م. مش شخصيه النجم أيوة. لان دولت فيما عدا محمد هنيدي م. ما بقوش نجوم ولا يحزنون يعني هم طلعوا من ضغط النار على طول م. من الادوار الثانيه والثالثه اتعملت آه. بهم بطولات افلام اه الموجه دي هي اللي عملت ده اه وهم فيهم ناس موهوبين نعم. ولا يستطيع احد ان ينكر م. موهبتهم م. ولكن شوف المفاق يمكن اشرف عبد الباقي آه. من اكثرهم موهبه <applause> طب واحمد حلمي؟ احمد حلمي فتى يحبه الاطفال وده <applause> اللي قوي وده دلاله دي ميزه كبيره آه. ان الاطفال م. يتعلقوا بممثل واشرف عبد الباقي بتقول ان هو اشرف اقصاهم موهبه في تصور انا ما بحبش استخدام افعل التفضيل في الفن نعم. الفن ما احسن ولا اعظم ولا اجمل ولا الكلام ده كله ان الكل اجتهادات انما اشرف ممثل تقيل واعتقد ان هو حظ وحش في السينما شاشه اللي يحبك آه، الاستاذ محمد صفاء عامر اولا انا بمسي واحيي السيده الفاضله مدام صفاء وبحي العزيز قوي استاذ اسامه وبحيي برضو هذا البرنامج الممتع اللي احنا بنستمتع بيه دائما بالنسبه للاستاذ اسامه انا عايز ابدي ملاحظه ربما لا يعرفها الكثيرون عنه وده من واقع تجربه انا مررت بيها واقتربت منه في الحقيقه اولا أنا كان حصل بينا في وقت ما كده سوء فهم مش سوء تفاهم وبعدين سوي هذا سوء الفهم ده ولكن برضو عن بعد حتى أتيحت ظروف جمعتني به في لجنة ما وكنت متوجس كده كيف سيكون اللقاء يعني فاذا بي بمجرد ما ادخل اذا بي يهش لي و و ويرحب بي ترحيب شديد جدا في الحقيقه اصار خجلي وبعدين ادركت بمداومه الاقتراب منه في هذه اللجنه وفي جلسات اخرى انه ذو طبيعه سمحه تخالف تماما ما قد يبدو في كتاباته كتاباته الصحفية يعني من حدة طيب يا أستاذ أسامة ما دمت أنت هكذا لماذا هذه الحدة التي تناقض مش بس طبيعتك وتؤثر أيضا على صحتك في بقى سؤال أنا عايز أسأله الأستاذ أسامة وربما هذا السؤال يكون فيه سبق لهذا البرنامج المتميز أنا لما التقيت به في إحدى المرات يعني صرح لي بتصريح أنا أرجو أنه يوضحه للناس يعني قال أنه هو بعد مسلسل اللي بيكتبه دلوقتي واسمه المصروية وهو مسلسل ذو أهمية شديدة جدًا في توقعي طبعًا مش بس كالعادة ولكن أيضًا لشموله في التاريخ المصري دراميًا يعني زي ما أنا متوقع برضو قال لي أنه هو بعد هذا المسلسل إن شاء الله سوف سوف يتفرغ لكتابة الرواية، فهل معنى كده إنه هيهجر السيناريو؟ ولا هو طبعا كاتب روائي لا يقل لا تقل قامته فيه عن سيناريس فهل سيهجر السيناريو وهيتفرغ للرواية زي ما قال لي أو كما فهمت أنا أم سيجمع بين الحسنيين زي ما بيقولوا أرجو أن هو يجاوبني على هذا السؤال أشكر العزيز محمد صفاء عامر على رقته ودمسته وعايز اقف بس في حته الحده والتصادم والبتاع يعني بيفسر حماسي احيانا على انه اندفاع وهجوميه في حين هو بيبقى مجرد انفعال وحماس ولما خصوصا لما يبقى الامر خاص بان انا بدافع عن حاجه صح لازم ايه؟ اقول لك الهجوم خير وسيله للدفاع فهماني؟ أيوه انما حته ان انا الناس بتاخد فكره كده ان انا راجل ماشي خانق دبان وش وده مش معقوله <applause> لا احنا قلنا في اول البرنامج حضرتك برج الاسد وهو متحمس دايما ومتوهج هو واحيانا انا ما قلتلكش كلها في اول البرنامج هقولها لك دلوقتي احيانا توهجك يحرق من حولك دون ان تدري بطبيعتك انت كده يعني الاسد يبقى الاسد ده دا دايما كده اشكرك على اداء كلمه الاسد دي لانها آه. بسيطني جدا بساعد بيها <applause> هو يمكن في شعره بتفصل بين آه. الحماس آه. والحده اكيد اه ويبدو ان انا انا بعترف ان انا عصبي يعني انا اعترف م. ان انا عصبي وده عيب آه. وده عيب لان العصبيه بتخسر آه. الانسان م. والغضب اذا تملك الشخص بيفقده ميزات كثيره جدا نعم. فبس دي مش مش قناعه يا محمد لان انا دي طبيعتي وانا اعاني منها اه يمكن اعاني منها كما يعاني الاخرين بالظبط هو قصده أنا... يقول يعني ان داخلك آه. شخص في طيبه, في آه. كل طيبة وفي, عالي وفي عالي طيبة في كل حاجه طبعا <applause> الخيبه آه. انما <applause> انما يعني انا بحاول دلوقتي اظبط نفسي صحيا على الاقل يعني آه. من... ما ما انسحبش لل... لمساحات الانفعال ال... الزايدة آه. اما فيما يتصل بالمصروية يا ريت يا ريت اقدر اكملها ان ده عمل طويل على اجزاء مم. وانا قلت فعلا لو كملتها وك وك وكنت لسه على قد الحال هتبقى مشواري في التلفزيون قدمت فيه كل اللي انا عايزه اقدمه وارجع احاول الحق موضوعاتي اللي اهملتها بالنسبه للروايه او للقصه دي امنيه ما أعرف عشان حقها ولا لا بإذن الله تلحقها إن شاء يا الله بإذن رب الله هذا نشوف شاشتنا القادمة مساء الخير يا صفاء مساء الخير يا أستاذ أسامة دايما كده متجمعين في كل مكان جميل وفي كل ظروف حلوة وفيني كصفاء بقى دي مدة ما شفتكيش الحقيقة وكان كنا بنلتقي أكتر زمان أتمنى كده أن أنا أشوفك قريب تجربتنا مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة كانت تجربة متميزة لأنها تعتبر محطة جميلة من محطات النجاح في تاريخ المسرح القومي لما كنت بشرف بإدارته على مدار ست سنوات الناس اللي في الثالث الحقيقة من المسرحيات اللي كانت مفاجأة للجمهور أنه تتقدم المسرحية الجريئة الناقدة اللي بتتعرض لأمور تعتبر حساسة بالنسبة لحياة المواطن وعلاقته بالسلطة وكانت الحقيقة الرقابة من, الـ من الـ يعني تعتبر بطلة ايضا معانا في هذا العرض لأن لم تضع حواجز حواجز من اجل تقديم هذا العرض سؤال يمكن ليك انت الاستفزاز اللي بتدفع القارئ او المتلقي او المشاهد ليه ما هوش استفزاز مجانا او مجرد استخدام لبعض الجمل المسرحيه الا الاستفزاز اللي انت نصوصك بتطرحها سواء على المتفرج أو على المخرج اللي بيتصدى لإخراج العمل المسرحي بيبقى استفزاز من نوع تساؤل حول ماهية ال ال الأمور التي تجعل الإنسان أو ماذا يجعل ما ماذا يجعل الإنسان أكثر إنسانية. دكتورة هدى وصفي أنشط كدر مسرحي في السنين الماضية ما شاء الله بس. عليها فعلا الحقيقه هذه السيده م. انا بنتهز فرصه مداخلتها عشان احييها بصدق نعم. فهي شديده العشق للمسرح اعتبرها راهبه من رهبان المسرح حقيقه صحيح اعطته الكثير وقادره على اداره امور الفرق التي تولت ادارتها بديناميكيه غير عادية مم. وبروح آه يعني انا مش هزيع سر لو قلت وصلت الامور احيانا انها كانت تنفق من جيبها. ايوه. حقيقي يعني مم. فهذه سيده اجلها واحترمها واما ما اسرته بخصوص آه ايه اللي بيواجهه الانسان في كل مكان وزمان عشان آه تخلص من القهر. او فهو ان يتمسك بحريته دائما وان يعتبر حريته حق مكفول له بحكم الميلاد ولا يستطيع احد ان ينتزه منه معانا على الشاشه فنانه الحقيقة كانت مرت بأزمة وعدت هذه الأزمة وأصرت لما عرفت أن الأستاذ أسامة أنور عكاشة معانا أنها تتحدث معنا في البرنامج وإحنا قلنا لها تتفضل وحنشوفها مع بعض دلوقتي تفضل مساء الخير يا مدام صفاء مساء الخير يا أستاذ أسامة يا أستاذي يا عظيم أنا سعيدة جدا أن أنا موجودة معاكم في البرنامج العظيم الرائع ده وانا فعلا من اشد المعجبين بهذا البرنامج واحلى لحظات حياتي او لحظات حياه الانسان عموما ان يبقى موجود في ساعه صفا على الاقل ساعه الصفا دي بيبقى موجود مع نفسه بيبقى في صفاء مع النفس ومع الاخرين ويبقى اعظم شيء في الوجود ان الواحد بتبقى نفسيته فيها صفاء ونقاء اولا انا عايزه استغل فرصه وجودي معاكم واشكر الاستاذ الكاتب والسيناريست العظيم الاستاذ اسامه انور عكاشه انا فعلا مدينه له بالفضل لان هو اللي عمل حاجه اسمها وفاء مكي ومدينه له بالفضل ان بنت جديده كان في الوقت ده كنت لسه بدرس في سنه اولى في نوم مسرحيه أني يديها بطوله مطلقه في عمل كبير ومع قسط كبير والمخرج كبير فكان ده شيء صعب جدا وكانت مجازفه منه هو والاستاذ العظيم المخرج العظيم الاستاذ محمد فاضل فالحقيقه انا مدينه لهم بالفضل اللي هم الاثنين مع بعض ويمكن كتير جدا جدا الفنانه القديره مدام سنة جميل رحمه الله عليها كانت قلقانه جدا جدا من وجودي وبقت تقول الأستاذ اسامه والاستاذ محمد فاضل ازاي يا جماعه ازاي تخلوا بنت وجه جديد وبنت صغيره زي دي تدوها بطوله مطلقه لعمل كبير زي ده يعني الكلام ده كان بيقلقني وبيخوفني وبيخليني اقعد ابكي كتير جدا جدا بيني وبين نفسي وكان بيديني شجاعه وحافز ان انا اكون عند حسن ظن الاستاذ اسامه والاستاذ محمد فاضل بجانب طبعا الشركه العربيه الانتاج الاعلامي بالرياض لانها كان في ذلك الوقت برضو ان هي برضو تجازف بوجه جديد وديها بطوله مطلقه فأنا انا مدينه لكل الناس دي بالفضل وبشكرهم وبقول للاستاذ اسامه ان شاء الله عايزين نلتقي قريب في عمل جميل من اعمالك الجميله الجيده الجريئة. والله السيده وفاء مكي بايام البيضاء نعم. والمسلسل ده له ذكريات جميله جدا وانا بحبه مم. بشكل خاص هذا المسلسل. <applause> اه فايامها كنا حيرانين في شخصية سامحه الشاطر مم. مين اللي يعمل شخصية البت الفالجر دي اللي امها مربياها آه. مدلعاها واخدة آه. بالك وفاكره ان الفلوس تقدر تجيب كل حاجه آه. خدت بالك آه. وفي الوقت نفسه ما هيش فالحه في تعليم آه. ولا بتاع فقعدنا ندور ولفينا كل الوجوه يمكن لغايه ما قالوا لنا الاخوه في الداله قالوا طب احنا هنحضر لكم شويه بنات في من المعهد دا. من طالبات المعهد ورحت انا والاستاذ فاضل فعلا فاحنا شفنا وجات وفاء من ضمنهم كان في زي انترفيو كده اول ما نطقت فاضل قال هي على طول على طول اه حاسس انها الشخصية اه قال لي لا هي كل مفردات اللي الشخصية موجود فيها مم. وفعلا أعتقد إنها عملت سمحة الشاطر آه. آه كما لو كانت هي مم. نفسها البنت دي مم. وأنا لها التوفيق و... وبقول لها ف... يعني إيه حياة الإنسان سلسلة من ال... الاستفادة من المحن مم. وحاولي إنك تستأنفي حياتك الفنية بروح مختلفة إن شاء, الله. ان شاء الله تسمح لنا في شاشه تانية لوفاء ايضا نشوفها تفضل استاذ اسامه انا عايزه اسال حضرتك سؤال مهم جدا ويعني مهم بيدور في دماغي طول ما انا جايه في السكه حضرتك اتبنيتني في الفتره اللي هي اثناء الرايه البيضاء وبعدها عملت مع حضرتك بوابه المتولي حضرتك ليه تخليت عني في الفتره الاخيره هو الحقيقه فيش تخلي ولا حاجه هو انت عارفه بيبقى فيه أدوار بتنادي أصحابها نعم يعني آه أنا ما, ما, ما وأنا بشتغل ما بفكرش في مين من الممثلين والممثلات اللي ما اللي بقى مش بقى وعليه الدور آه. لا أنا بك بكتب شخصية بتحس إنها بتنادي أنا والمخرج سأحبها. آه مم. بقعد أنا والمخرج بنقول مين بيب قدامنا ناس <applause> ده دي دي ده, ده لغايه ما نوصل لحل انما بالنسبه للوفاء ما كانش في اي مقاطعه من اي نوع <applause> بس بالعكس احنا كنا ملاحظين انها ماشيه وبتشتغل وبنشوف لها شغل كتير على التلفزيون وكده فزي ما تقولي ايه بقى فيه طب ما زي مثلا حنان شوقي اشتغلت معانا في الحلميه بس ايوه <applause> بس كان دورها دور البنت قمر السماحي آه. ده حلوة وهكذا بيبقى يمكن في قصور في المتابعه انما ما حصلش آه مقاطعه آه مقاطعه اطلاقا يعني. مم. مم. آه. لها شاشه ايضا اخرى والله اللي حصل معايا كتير جدا جدا مهما قلت ومهما حكيت آه مش هقدر اقول يعني غير حسبي الله ونعم الوكيل لكن الحاجه اللي انا عايزه اسالها للناس سؤال مهم جدا واساسي تفتكروا اثنين شغالين يعرفوا يعملوا قضيه راي عام ده السؤال اللي انا عايزه اساله للناس يمكن انا شخصيا يعني علاقتي بالصحافه والاعلام والفن انا ما اقدرش اعمل قضيه راي عام تفتكروا فعلا شغالين يعرفوا يعملوا قضيه راي عام. ده السؤال انا بسأله للناس هو سؤال بتوجهه للناس عموما يعني مش لي انا بالذات بالك يمكن <applause> حضرتك كاتب وروائي هو الحقيقه موضوع قضيه وفاء مكي ده موضوع تلبسته ظروف غريبه جدا وانا ما اقدرش ضميريا ادينها وما اقدرش في الوقت نفسه اتجاهل حكم محكمه رسمي انا عايز اقولها يعني بغض النظر ان هناك من تامر عليك لكي تصبح قضيه راي عام مم. فانت قادره على انك تمحي المساله دي من تغييرك التفت لشغلك وخلي صوره وفاء مكي عند الناس صوره مختلفه عن الصوره اللي طبعتها بذهنهم ذهنهم احداث القضيه دي وانت قادره لو كنت مظلومه بالفعل على انك تقنع الناس آه ما تبصيش ورا مش مم. عايزك تبص ورا كتير وما تقعديش تسالي مين اللي عمل فيا كده اعتبريها حادثه اعتبر انك اعترتي عملت حادثه تجاهليها وبص لقدام حضرتك شايف ان الدراما التلفزيونيه الاجتماعيه اقرب واهم للمشاهد دلوقتي ولا الغنائيه؟ لا لا ولا الكوميدي؟ لان الغناء مفيش دراما غنائيه. حضرتك عملت برضو دراما غنائيه انا وانت وبابا في عملتها مع أستاذ محمد عملتها وكانت التجربه الوحيده من نوعها. اه خدت بالك اللي هو فيها حبيتها ولا ما حبيتهاش؟ حبيتها جدا. طب و طب امال ليه ما عملتش فيها تاني أي ما تجربة؟ عملتش فيها تاني كان المفروض ايه؟ إن آه. غير بقى يمد ايده. يعني أنا أنا فتحت السكة خدت بال حضرتك؟ فين ال الأخوة كتاب الكوميديا؟ طب ما يخشوا بقى. طب حضرتك أنا تق... عندي مشروعات بيقولوا إن إن بالذات المسلسل ده تجربة ذاتية لحضرتك وكنت ليك إيد في يعني لا يعني هو فيه. كان تحدي، هو كان تجربة عايز أعملها. أنا آه. قلت إيه؟ آه. مفيش سوري مفيش مسلسل م. أو دراما تلفزيونية يمكن على مستوى العالم مم. اتبعت اسلوب تحويل المشهد الممثل الى الى غستاتيف الى مشهد موقع غنية. ينتهي بالغناء لا في مصر بس انما ولا بره لا. بره فيلم لا في سينما. اه في سينما اتعمل في سينما وفي مسرح آه. سينما ومسرح اتعمل انما في دراما تلفزيونيه ما اتعملش خدت بال حضرتك طبعا أه اهم اجمل دليل في السينما ماي فير ليدي ماي فير ليدي طبعا وريكس هارسون انما هنا في مصر دي كانت تجربه فريده من نوعها فانا دخلتها تحدي قلت ان ده ممكن مم. في الدراما التلفزيونيه مم. اعمله هو كان يقول لك لا ده ينفع فيلم او عرض مسرحي نعم. انما في دراما متصله طويله ده أو. صعب فدخلتها من باب التحدي يعني مم. طب والدراما الاجتماعيه يعني اقرب للمشاهد بالتاكيد ولا لا؟ الكوميدي حضرتك الكوميدي فين الكوميدي؟ واحد يلاقي آه ما انا بس على التلفزيون بالعكس أنا أنا يعني, أنا لو انت قدمت لي في تلفزيون مسلسلات كوميديه جيده على المستوى الاجتماعي يعني انا على سبيل المثال انا ما قدمت لكش كوميدي لا ما انا قدمت لي بالكم اللي بنشوفه في المسلسلات الميلو دراما والتراجيديا الجامده سيبك من دراما والتراجيديا الجامده شوف قد معايا غير مم بيضه كوميديا لا آه ده هي كانت الشخصية بتدينا الإحساس مش الكومي. الشخصية بس ده بقيت ده كل الشخصيات الموضوع نفسه تركيبته كوميديا خدت آه بالك؟ إيه كوميديا راقية فعلا كوميديا أبو العيلة البشري أبو العيلة البشري كوميديا آه أنا وأنت وبابا في مش كوميديا وأدرك شهر الصباح م. كوميديا آه آه عفاريت السيالة بناءها كوميدي ما هوش دي ولا ميلو دراما مم. خدت بال حضرتك فمش فانا قدمت ده بس الكوميديا اللي انا فاهمها الكوميديا اللي مش كوميديا الزغزغه آه. كوميديا الغليظه بتاعت هتضحك ولا موتك لا ما ينفعش مم. خدت بال حضرتك انا بعمل الكوميديا زي ما انا شايف بس وفي اخرين لازم بيعملوا وبيعملوا الحقيقه لين رملي ما هو بيعمل بيعمل في التلفزيون كوميديات <applause> وفيه اساتذه آه 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 زملاء <applause> قادرين على فعل فانا بقول كلكم يلا ايدكم معانا الدراما التلفزيونيه بحكم انتشارها الهائل هي اكثر تاثيرا واقرب للناس قولي لي عندك فن من الفنون بيتلقاه في نفس اللحظه 100 مليون فرسان صاحبه الجلاله ماذا قالوا عن الكاتب أسامة أنور عكاشة أسامة أنور عكاشة محب حقيقي للكتابة التلفزيونية المسلسلة كانت مسلسلته الأولى الحصار قد أرهصت بميلاد كاتب تلفزيوني مبشر حسن شاه اسامه ايضا معانا مداخله من زميل وفنان وهنشوف دلوقتي المداخله ايه هي مساء الخير يا استاذ اسامه ومساء الخير يا مدام صفاء ساعه صفاء بالنسبه لنا ممكن تبقى متاخره شويه سنين بالنسبه للاستاذ اسامه انور عكاشه انا بعتبر اسامه انور عكاشه واحد من اللي بيمثلوا بالنسبه لنا كتوفيق عبد الحميد عزوه او نوع من السند او ظهر اسامه انور عكاشه استطاع في الحقبه اللي فاتت دي انه يخلي الدراما التلفزيونيه شيء مؤثر جدا في حياتنا ومهم ويرصد العلاقات والمتغيرات وكل الأشياء الاجتماعية اللي حصلت في الحقبة اللي فاتت دي عشان كده بقول جاية متأخرة ساعة صفة لأن أنا لم يسعدني الحظ بالتعامل مع دراما أسامة أنور عكاشة غير في الفترة الأخيرة دي أنا شايف أن ربنا حباك موهبه فيها نوع من الندره ومش كل الناس تقدر تمتلك هذه الموهبه واقوى حالاتك على الاطلاق هي الدراما وهي اقواهم تاثيرا واوسعهم انتشارا و ده بيفتح لك متنفس كبير لانك تخاطب المواطن العربي مش المصري بس إيه وانا و و و و و شايف ان دايما الدراما بتبقى اقوى واكثر قدره على البقاء إيه مش عارف انا عارف ان ان انت راجل فايتر ومحارب وانا اخشى على على قلبك من من كتر العراق والشجار فخلي بالك من نفسك لان انت قيمه كبيره واحنا محتاجينك ولسه في حاجات كتيره انت ممكن تقدمها لنا وتمتع بيها المشاهد المصري والعربي وتؤثر فيه لان اسمك على العمل الفني بيعني انه علامة جودة زي ما بديت الكلام بقول لك ان انت وكتير من من رموزنا الموهوبين والمبدعين انا بيمثلوا بالنسبه لي بجد عزوه وسند وظهر جامد اتسند عليه و ربنا يبارك فيك وخلي بالك من نفسك ومن صحتك. اشكر توفيق وظهر دلوقتي ان في اجماع اغراء ان انا راجل بقول شكل للبيعه <applause> وانا كده توفيق كده توفيق مش عارف, مش عارف الحقيقه اصل مش توفيق يمكن كان اخفهم تعبيرا انما في كانت تعبيرات اقصى يعني وانا مش عارف هتتاح لي الفرصه اصحح الفكره دي ولا لا انتوا شايفيني أه. قاعد طول اللقاء مبتسم وما اتخانقتش <applause> فيعني اتمنى <applause> انكم تغيروا رايكم في الحكايه دي عشان انت في ساعه سفا ما اتخانقتش اه طبعا في ساعه أه. سفا مع بعض والله انا في ساعه <applause> على طول في فاكس لحضرتك عايزه اقرا آه، هو مقدمته يعني جميله جدا بس ليا انا بتقول لي المذيع جميله ذات الوجه البشوش شكرا آه، ربنا جعل اسمك صفاء <تصفى> <تصفحد> لتجعلي الناس في صفاء ان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظن حضرتك استاذنا الرائع اسامه انور عكاشه مرحب بك في ساعه صفاء اعمالك جميله محفوره جوانا يا دي اشخاص مننا فعلا عايشين معانا يا سلام على كلمات التتر في كل اعمالك يا ترى انت تكتب الكلام اللي في تتر المسلسل ومين بيلحن هذه الكلمات الرقيقه جدا سيمفونيه عظيمه من كلمه لاغاني لديكور لفنانين كل عناصر العمل ضفيره واحده هل كاتب الاغنيه يقرا النص كله ثم يصيغ التتر بطريقته يا ريت نسمع منك احلى جمله في اي تتر وما زلت تحفظها لانها تؤثر فيك هناء حمدي مصر الجديده القاهره ميرسي هناء يعني بالنسبه لعز اقول لك حاجه بالنسبه للتترات نعم أه انا ما بكتبش تترات طبعا تترات المغناه دي بيكتبها شاعر نعم والشاعر اللي اشتغل معايا معظم اعمالي هو الشاعر الكبير الموهوب الفنان الاستاذ سيد حجاب فسيد عمل لي تقريبا معظم اعمالي وفيه مرتين انا سعيد بيهم جدا عملهم لي الشاعر العتويل الفجومي الفاجومي احمد فؤاد نجم احمد فؤاد نجم <applause> ومنهم زيزانيا <applause> <ده تصفيق> اشعار رائع نجب. اشعار نجم أه الشاعر بياخد العمل يقراه وبعد ما بيقراه بيفكر في التتر بتاعه سواء بدايه او نهايه وبيكلمني انا والمخرج يعرض علينا الكلام واحيانا في بعض الحالات كان الشاعر بيدخل معانا شريك اذا كان العمل في اغاني في الداخل في تتخلله اغاني فسيد حجاب ليه تجربه مهمه جدا معاه في مسلسل اسمه البحر أيوه. البحر كان شخصيه من شخصيات العمل وكان ينطق سيد حجاب بشعر سيد حجاب يا سلام طول فترات وحلقات المسلسل ودي كانت من اهم التجارب للتراجيديا الغنائيه في التلفزيون آه. وكذلك بعد كده في عصفور النار نفس التركيبه آه في انا وانت بابا في المشمش انا كتبت ريستاتيف اللي هي المشاهد المغناه جوه الاستاذ فؤاد نجم كتب آه المقدمه والاوبريت اللي جوه آه. فالحقيقه آه بيبقى لما يبقى في شعر كبير بحجم الناس ديت وليا برضه عمل عملهولي الابنودي الخال عبد الرحمن آه. آه رحله السيد البشري آه وده من امتع التترات اللي اتعملت لي فانا عايز اقول آه 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 اذا اضيف لهذا آه ملحن بحجم آه عمار الشريعي صحيح. وبحجم ياسر عبد الرحمن آه بتبقى النتيجه مبهره بالقاطع يعني معنا شاشة بقى لشاعرنا الرائع سيد حجاب مساء الخير يا استاذ صفاء مساء الخير المبدع الجميل الصديق العزيز اسامة انور عكاشة آه يعني اسمحوا لي اشارككم ساعة الصفا اللي انتم عايشينها سوا ومع الاخوة المشاهدين اسامة آه يعني عشرة العمر اللي يمكن من بنعرف بعض من وهو طالب في اداب عين شمس وانا طالب في هندسه القاهره يمكن اول عمل جمعنا سوا كان على ابواب المدينه ثم بعد ذلك تتالت الاعمال والتجارب والاحلام المشتركه من الشهد والدموع لليالي الحلميه اللي وقال البحر اللي ما زال النيل يجري العديد العديد من الاعمال اللي كان بيخرجها في معظم الاحيان الاستاذ محمد فاضل وفي كثير من الاحيان الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ الصديق الثالث الجميل. الملاحظه اللي انا بلاحظها في الاعمال الاخيره لاسامه انه ابتدى ينحو نحوا اجتماعيا بالاساس المسلسل الاجتماعي اسامه في الاعمال الاولى في فكر فلسفي وجودي آه عالي جدا آه فكر بي بي بيناقش دايما قضيه الاصاله والمعاصره ازاي نعيش حياتنا الجديده ودون ان نفقد اصالتنا المجيده والتليده آه دابا في المشربيه وفي كثير من الاعمال الاولى لكن في الاعمال الاولى كان أعمال أسامه تنحو منحاً ملحمياً بمعنى إن بتقول أفكار كلية وجودية تخص الإنسان المصري والعربي والإنسان في كل مكان يمكن ذروتها بالنسبة لي أحب أعمالنا ليا وقال البحر اللي فيها دراما إنسانية بتدور في إطار كوني وفي فكر مرتفع جدا بيطرحه اسامه وبشاركه في طرحه عبر الغناء داخل المسلسل. هذه المرحله اللي كان فيها ليالي الحلميه واللي كان فيها الشهد والدموع والعديد من الاعمال العبقريه اللي كتبها اسامه شويه بشويه بلاحظ ان اسامه ابتدى ينزلق وانا بقول ينزلق لاني عارف قدرات اسامه الكبيرة جدا في اتجاه المسلسل الاجتماعي البسيط بينما أنا أعرف أن هموم أسامة تشمل العالم بكامله ما تشملش هذه الدراما الاجتماعية الصغيرة اللي قدمها في عدد من المسلسلات المتتالية أيضا أعرف أن لأسامة في الأدراج مسلسل عبقري ذو طبيعة ملحمية اسمه المصراوية أيضا أدرك إن منطقتنا العربية دلوقت وهي تتعرض لسؤال أكون أو لا أكون سؤال الوجود بكامله بيطرح على المنطقة العربية بتبتدي تتولد أعمال ملحمية في مناطق أخرى يمكن آخرها التغريبة الفلسطينية أرجو أن يعود أسامة لكتابة الأعمال الكبرى اللي بتتناول هموم الانسان المصري والعربي والانسان بكامله في زمننا الحالي وارجو ان تفرج الادراج عن مسلسل المصرويه اخر مسلسل ملحمي الطابع كتبه اسامه وحطه في الدرك. يعني في منظومه كامله سيد. عماله تطالب حضرتك من ساعه ما آه. البرنامج لغايه دلوقتي. كلهم بيطلبوني آه. وده حسن ظن اشكرهم جميعا عليه يعني بس ليا واقفه مع الكلام اللي قاله آه الشاعر الجميل سيد حجاب فيما يختص آه بحكايه العمل الاجتماعي الخفيف او العمل الملحمي الكبير ان هو الكاتب هو مجموعه اعماله يعني هو الكاتب ممكن الناقد يصنفوا المراحل او أه أه اعمال متفاوته انما انا ببقى محتاج للمسلسل الصغير احتياجي للمسلسل الكبير طبعا لان انا بعتقد ان انا ايه مطالب بان انا اخاطب كل شرائح المجتمع المجتمع طبعا. هي الدراما التلفزيونيه كده ولذلك الدراما التلفزيونيه مثلا ما ينفعش فيها التجريب ولا الفانتازي اه طبعا اه ما تنجحش ما تنجحش فهنا ما يصحش اتعالى عليه ما ينفعش صح وبالتالي يعني اخ آه انا ممكن اقدم تراجيديا زي وقال البحر واقدم ملاحم وبتاع انما في الوقت نفسه الاعمال الاجتماعيه بيبقى هم انا مشغول بيه عايز افرغه ولازم ولازم اعمل كده بالنسبه للمصراويه المصروية انا كنت بدات اشتغل فيه يا ريته كامل وفي الإدراجة يا سيد ما كانتش العين باكت زي ما قالوا <applause> انما هو لسه بيتكتب وارجو ان استطيع الوفاء بما تعهدت به ان شاء الله إيه برضه في الفاكس نفسه بتقول يا ريت حضرتك تقول لنا جمله من من تتر من تتراتك تكون فاكرها كلمه لسيد حجاب آه. في تتر النهال الحلميه مم. اللي بيقول ما تسغسبيش يا سننا من بين ايدينا مم. وما تنتهيش ده احنا يا دوب ابتدينا في بيت واحد سيد بعبقرية جمع اللغز الإنساني كله فرسان صاحبة الجلالة ماذا قالوا عن الكاتب أسامة أنور عكاشة استطاع الكاتب والسيناريست أن يغزل كل موضوعاته بحساسية وبراعة ويحول شخصيات مسلسله إلى شخصيات ملموسة نكاد نلمسها بأيدينا وتنطق حوارا مركزا وجميلا. رؤوف توفيق. نشوف شاشه اخرى. مساء الخير مدام صفاء، مساء الخير استاذ اسامه. علاقتي بالاستاذ اسامه انور عكاشه ابتدت كمتفرج قبل ما يبقى في بينا وبين بعض صداقه اتعلمت من ورق الاستاذ اسامه انور عكايشه شفت كتير جدا من المسلسلات الرائعه اللي عملها الاستاذ اسامه انور عكايشه بدءا من عابر سبيل وانا اعتقد انه عابر سبيل دي احد اهم الاعمال الدراميه في تاريخ التلفزيون اللي سماها الله يرحمه سامي السلموني في هذه الفتره بالادب التلفزيوني وكذلك الاستاذ رجاء النقاش اعتقد على ما اذكر يعني الحقيقه بعد ربنا سبحانه وتعالى كان الاستاذ اسامه سبب في اني ادخل احط تقلي في الدراما التلفزيونيه طبعا هو ليه الفضل في ده بعد ربنا سبحانه وتعالى ورق هو السبب لان بعد عمل قدمته ارابيسك بعد ما قدمت هذا العمل اتحطيت في مصاف المخرجين الكبار فانا بديم بالشكر للاستاذ اسامه انور وكاشه في في شويه خلينا نقول زوبعة فنجان حصلت بيني وبين الاستاذ اسامه انور وكاشه احنا ما كناش سبب فيها وخلاف مش مش خلاف شخصي وخلاف في العمل في وجهه نظر اما عملنا زيزنيا في الجزء الاول كان خلاف في وجهات النظر وده يمكن نتيجة إن الأستاذ أسامة ما كانش مخلص الورق بالكامل كان جزء من الورق اللي كان معايا أعتقد نص على ما أذكر يعني نص الحلقات وبعدين الإعلام بقى والصحافة لقوا مادة خصبة عشان يثيروا بيني وبين الأستاذ أسامة أنور عكاشة مشاكل أنا بعتقد إنه ما كانش فيه مشاكل خالص أنا حظل صديق والأستاذ أسامة هيظل صديق وإحنا أصدقاء من قبل حتى ما نشتغل سوا وأنا طول الوقت بقول له كنت دايماً أقول له يا أستاذ أنا عايز أخرج دراما بقى لغاية لما إداني الفرصة ومنحني واحدة من روائعه يعني اللي هي مسلسل صارت تحت الملاحظة اللي كانت السبب الحقيقي في دخولي الدراما التلفزيونية. الأستاذ أسامة يمكن هو ادى مساحه للناس انها تتكلم انا طبعا ما سمعتش انا ما قدرتش اسمع كلام حد يعني الخلاف اللي كتبوه في الجرايد اللي انا سمعته اللي قريته اللي شفته آه زي اي متفرج وزي اي قارئ بسمع ان في خلاف بيني وبين الاستاذ اسامه الركاش استاذ اسامه الركاش لسه مشرفني من حوالي <applause> يوم 29 يناير شرفني في فرحي وكنت سعيد جدا انه موجود في فرحي دعيته واحنا اصدقاء واخوات وهنظل اصدقاء واخوات أه سواء اشتغلنا مع بعض او ما اشتغلناش مع بعض احنا اخوات الخلاف اللي حصل بيني وبين الاستاذ اسامه عركشه ليس ماده للنشر وليس ماده للاخرين انهم يكبوا جاز وخلينا نستعمل تعبير كب الجاز لانه الاستاذ اسامه عركشه يمكن نشاته النشاه ريفية ومحتد شويه وبيسمع للناس انا طبعا بعيب عليك يا استاذ اسامه انه انت اديت ودنك لناس كتير سمعت سمعت منهم كلام نقلوا كلام غلط وعشان كده حصل هو او مساحه الناس لقت فيها ملعب تقدر تلعب فيه وتقول كلام كتير فارغ لكن ستظل انت عميد الادب التلفزيوني في رايي وفي راي الجماهير كلها وفي راي الكتاب والنقاد انت عميد الادب التلفزيوني و... وانت احد الـ 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 العباقره اللي مروا على تاريخ التلفزيون وقدموا ادب تلي... انت ما مح... حدش قدم ادب تلفزيوني غيرك يعني. قدموا مسلسلات حضرتك غيرت من شكل الدراما التلفزيونيه وستظل احد رموز الدراما التلفزيونيه. الكلام الجميل والاوصاف البديعه اللي انت قلتها انا بشكرك علىها طبعا وهتدل على انك انسان ابن اصل زي ما بيقولوا ومساله الخلاف اللي حصل زي انت ما قلت برضه ما كانش خلاف شخص ده كان خلاف فني وتداعياته ادت للموقف ده وصدقني انا مش آآ آآ ما كتير في الموضوع ده وانا الكلام اللي قلته قلته في الصحافه ما قلتوش لناس في البتوين او في كلوز او بتاع لا ده كان على على في الجرايد وكان راي فني وانت رديت من حق ومن حقك ترد طبعا وكله انما في النهايه العلاقه الشخصيه ليس لها آآ اي آآ صله بال آآ بالعمل او عدمه وانت قدمت اعمال جيده من مع كتاب اخرين واخرها عمل عمل ضجه كبيره اللي هو بنت من شبرا وربنا يوفقك فيه أه الحقيقه أه انت انا بعتبرك اخويا الصغير ان ما اقدرش اقول ابني ان انا مش عجوز للدرجات يا جمال <applause> انما انما انت اخويا الصغير وزي ما بيقولوا أه عفا الله عما سلف سيدي في فاكس عندنا هنا اسمح لي اقرا لحضرتك اتفضل اقول آه لك ايه سعود نشكرك جدا على استضافه الاستاذ اسامه انور عكاشه عايزه اساله سؤال عايز اقول ليه شفت جميع اعمال الاستاذ اسامه الاستاذ اسامه انور عكاشه فيها صور من الالتزام الديني يقال ان اسامه انور عكاشه علماني او شيوعي على فكره انا مش عارفه ايه الفرق بينهم يا ريت تعرفني يعني ايه شيوعي ويعني ايه علماني. وتقول لي أنت تؤمن بإيه؟ على فكرة أنا بحبك جدا وأقدرك وأحب كل أعمالك التي أراها على الشاشة. الحاجة فاطمة نصير من السعودية. أشكر الأخت الحاجة فاطمة فاطمة نصير فاطمة نصير م. على ما تفضلت به في حقي ومسألة إن بوصف أو في ناس بتصفني بان علماني او شيوعي مم. اولا كلمه الشيوعي تهمه الشيوعيه ده اصبحت في الكلوريه يعني. <applause> ما عادش حد النهارده <applause> شيوعي اتلغت خالص خلاص يا حاجه فاطمه اتلغت يعني حاجه قديمه يعني اما حكايه علماني دي فاعتقد ان اللفظ مفهوم غلط لان كلمه علماني ما مقابله لديني كلمه علماني مقابله لحكم للحكم غير المدني للحكم ايه لحكم رجال الدين لا حضرتك فاهمها لي آه اللي اتلخبطت دلوقتي علم اه اقول لك فلان علماني <applause> يعني بيفصل الفصل الدين عن الدوله خدت بال حضرتك الدوله تحكم وفقا لقوانينها ودستورها المدني واخده بالك زي ولا... تركيا زي زي, ترك... زي بلاد كتير آه مش تركيا لوحدها زي بلاد كتير كتون... تونس ما هي بتحكم علمانيا صح خدت بال حضرتك فده مش معناها انها دوله كافره او ملحده لا. هي بس فصلت بين الدين والدوله آه. فال... فده ملوش دعوه بالالحاد ولا بانكار الدين آه. انا قد اكون علم... علمانيا وانا متدين جدا هكون آه. علمانيا في نظرتي للسياسه ولمعالجه امور البلد ولا حكم البلد نعم. ها. انما ومتدين جدا في علاقتي بربي وبالدين نعم وهو ده المسألة هم. فما تبقاش تخاف قوي من لفظ علماني لأن علماني لا تعني على الإطلاق ما هو ضد الدين أستاذ أسامة حديثك رائع وحديثك يعني الواحد لا يمله وأعتقد أشكرا. كل المشاهدين بيشوفونا في كل أنحاء العالم عندهم هذا الإحساس خاصة وإن لما أعلنا عن وجودك عندنا في حلقة ساعة صفا انهالت علينا الفاكسات والايميلات يسالوك اسئله كثيره وكنت اتمنى ان البرنامج وقته يكفي اسال لان في كميه كبيره من الفاكسات والايميلات ما قدرتش ان انا اسال حضرتك وانا عايزه اقول للمشاهدين ان الساعه السادسه صباحا وحضرتك معانا من بالليل يعني بايت معانا <applause> في الاستوديو ارهقناك وتعبناك هي ساعات حقيقي من المتعه وانا سعدت حقيقة بوجودي معك ربنا يخليك وانت فنانة قديرة ولك بصمات لدينا جميعا وبشكرك على حسن الاستقبال وعلى طريقتك في إدارة الحوار وانت بقيتي أستاذة في المسألة ديت وأشكركم جميعا طب تسمح لي قبل ما نختم برنامجنا عندنا سؤال واحد تقليدي يعني. آه سؤال توجهه لشخص ما هو سؤال ومن هو الشخص سؤال لشخص ممكن يكون شخص شوف حضرتك عايز الحقيقه, الحقيقة لا هو سؤال لشخص برضه هو سؤال لوزير الاعلام الجديد الاستاذ انس الفقي آه هل تعتبر نفسك وزير مقيم بمعنى انك هتخطط للاعلام المصري لمسافه طويله وعلى المدى الطويل ولا المساله مجرد فتره انتقاليه تعتمد فيها على تسيير الاعمال لان على قدر الاجابه نستطيع ان نطلب منك وارجو ان تجيب علينا بنفس الصراحه اللت <applause>